عزيز هنا؟ لا هناك. طيارك هذا تغيني بترعش. الو هاي مالي زباين على هناك، اطلب لنا الغداء. الخبر الثاني اللي اخطر من ده بقى، ممدوح الوارث الخطير، فاكرينه؟ ايوه مال دلوقتي بيتاجر في الموبيليا. موبيليا؟ مش معقول. ايه اللي دي؟ لكن ده مش هم اقول اللي حصل. وفتح فين يا عزيز؟ لسه ما فتحش امور، هو دلوقتي بيتمرن في عفش بيتهم. لا شويه لكم شويه لغيركم، عن اذنكم بقى. دمه خفيف قوي عزيز. ده امور راس ماله يا حبيبتي، شبابه وتاريخه. عزيز ابو صلاح، اهلا اهلا ابو صلاح، كنت فين يا واد؟ ده انت لو بتصيف في كفر ما تغيبش عننا ثلاث اشهر دول. يا ريتهم كانوا ثلاث سنين يا عزيز. ياه قد كده لبنان حلوه. هي حلوه معاك، جوها رائع. ولا الجبل منظره اتجنن. يا اخي انت شوقتني لبنان. اسمع، الصيف الجاي لازم تيجي معايا. هحاول. مفيش حاجه اسمها تحاول، انت لازم تعمل حسابك من دلوقتي. عزيز الاكل هيبرد. طب يا عم ما عطلكش، البنان مش قادر على بعدك. غرست الكلاب؟ كلاب؟ ايوه، الكلب ما يحسش بالامان الا جنب صاحبه تحت رجليه. بس ده يعني انا مربيها على كده. قول لي بقى يا ابو صلاح، عايزين نبقى نتقابل بقى ضروري. ده انا اشتقت لسهراتك. خلاص نتصل ببعض. اوكي. مالك يا عزيز؟ ايه؟ مالك؟ يعني ايه؟ انت مش زي عادتك، بقالك كام يوم مش طبيعي. مش فاهم. يعني اتغيرت. صح، انا اتغيرت. طب ليه يا عزيز؟ انا زعلتك في حاجة؟ ابدا، بس بقت حاجة زهق. لازم نجدد حياتنا، اشوف غيرك تشوف غيري. لكن انا بحبك. الحب ده لقيتيه فين؟ انا علمتك الكلمة دي؟ سمعتيها مني؟ لا. يبقى مش لازم تملي دماغك بكلام فارغ. دنيتنا دي مش دنيا حب، دنيا متعة نتمتع فيها بكل اللي يعجبنا، وقت ما يعجبنا بالطريقة اللي تعجبنا. بس أصحابنا هيقولوا علينا إيه لما يشوفونا سيبنا بعض؟ هيقولوا عنا عقلين. لما كنا مبسوطين من بعض كنا مع بعض،